سابقة كمان تاني انه طلعت في نومينيه، بس رح غني لك اياها هلا. ضحكة تاني نفس الضحكة وراحت ماشية زي الدنيا، تيجي في ثانية وتمشي في ثانية. بصيت لصاحبي لقيته بجنبي ومهوش جنبي، عايز يقول كلمة انقالت جوا في قلبي. انا بصيت لصاحبي لقيته بجنبي ومهوش جنبي، عايز يقول كلمة انقالت جوا في قلبي. انا كنت عايز اسأله هو كمان حس بيا وانشغل، هو كمان حس بيا وانشغل. انا كنت عايز اسأله هو كمان حس بيا وانشغل، هو كمان حس بيا وانشغل هو كمان. ورجعت اقول انا بفكر ليها وبشغل روحي ليه، اعرف منين انها قصداني انا مش هو، واعرف منين ان الضحكة دي مش لهو. ليه أنا مش هو؟ وجاني الرد جاني وهي بتستناني، وقالت لي أنا من الأول بضحك لك يا سمراني. جاني الرد جاني وهي بتستناني، قالت لي أنا من الأول بضحك لك يا سمراني. أنا مش هو. الله يا رامي، يعطيك العافية. وسمعنا الأغنية، أكيد النقاد سمعوها. أوكي، يعطيك العافية يا رامي. الله يعافيك يا أسمراني، يعطيك العافية. وشكرا حبيبي. شكرا، يعطيك العافية، أتمنى لك الخير. خرج الأمير رامي من الأكاديمي ولا احنا عارفين شنو السبب. هل يا ترى الأغنية ذي يستحق يخب عينه منه ولا ما يستحق؟ أنا برأيي ما يستحق. إذن أترككم مع فاصل إعلاني وأعود إليكم بعد قليل. إذا سنينك عم يجعوك وسنينك صفر والبيضة صفرة وبدك تبيضهم، فاستعمل سبنا التوف. شوف شلون بفرشي، كتير حلو وكتير قوي وكتير فعال. الاسنين قوية. أوكي، استعملوه بليز. يلا باي باي. سبنا التوف للأسنان الرائعة. عدنا أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم بعد الفاصل الإعلامي. خبر عاجل محبط ومؤسف ومؤلم، خبر بيبكي. الناس انتحروا برا عند باب الأكاديمي بعد ما سمعوا الخبر هذا. مو بس سمعوا، لما شافوا تعبوا جدا. الخبر هو خروج طالبين آخرين من البرنامج. من هم الطالبين؟ وما هي الأسباب اللي خلوتهم يطلعون من إيه ومشتهم؟
هو الطالب الثالث الملقب بجبل الأكاديمي؟ جبل، الجبل المعروف بالشموخ والصلابة. للأسف الجبل ضاع مستقبله وما صار لا شامخ ولا عرب الشموخ. طالب صوته يهز هز الرنة، بس تسمع رنة صوته تحطها على موبايلك على طول. كل يسوي موبايلك يلبط يلبط، بس يقول يلبط موبايلك. طالب هو نصيف زيتون من سوريا. أترككم مع لقاء روبوتاج كامل عن نصيف زيتون، وإحنا خطفناه من الباب. والله يعيننا على نصيف زيتون. أترككم. مرحبا نصيف، يا جبل الأكاديمي. هلا 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 حبيبي. ما هو سبب انحدار الجبل إلى تل يا نصيف؟ يا أخي لا جبل ولا تل يا جماعة، بين المشكلة إنه نحن كنا نغني بالبروجرام منيح وسمونا جبل وسمونا تل وسمونا هضبة، المهم من اللي غنينا وسمونا هيك وطلعنا ولا ما طلعنا، مش قصة شغلة التسميات يعني، مش مش مشكلة التسمية، المشكلة إنه طلعت وطلعت هاي للأسف يعني، وبس هيك. جاك لقب جديد حبيبي، حسوك الناس في آخر إيفال علبة سفنب موجودة في القاعة. شو بدنا نعمل يعني، هي حال البروغرام يعني، دائما المنيح بيطلع والابيح بيضل، هي هيك كل البروغرامات بالحياة يعني، وكل كل شيء طلعوا مناح بالعالم بيضلوا بيطلعوا لبرا، والمش مناح بيضلوا، فهي حال الدنيا، فعادي ما انا ممشي حالي واموري تمام الحمد لله، نشكر الله وانا قبلان نتيجة والحمد لله. نصيف في مشكلة كبيرة جدا يا نصيف. مش عم بسمعك انا نصيف. ايه؟ نصيف تسمعني؟ ايه؟ في مشكلة كبيرة يا نصيف. ايه اللي حبيبي؟ موضوع نصيف زيتون مع الاغاني، شو الموضوع؟ ايه مشكلة الاغاني، كان احلى شيء بالاكاديمي عن جد، انا بذكر ذكريات كثير حلوة عن الاكاديمي. الاكاديمي وقت ما فت انا اطلب الغنية الاساتذة ما يكذبوا خبر على السريع اعطوني اياها، يعني انا كنت دائما الاستاذ خليل له او الاستاذ ميشيل له استاذ اني انا حاب اقدم هي الغنية الفلانية على السريع، يعني يا حرام انه ما يطلع لفوق، خلص نزلوها دغري هيك حطوها، بس يرنوا جرس نزلوا لنا اياها على السريع، يعني كانت الاغاني الحمد لله عن جد متوفره بشكل فظيع، فكانوا يعطوني اياها يعني كل شيء كان لا بقلي كانوا يعطوني اياها، لا ما يعني حرام ما قصروا معي، يعني كانوا يعطوني لي لتامر حسني، كانوا يعطوني لجو اشقر، كانوا يعطوني ل بعد شوي كانوا يعطوني لاليسا، بس انه يعني ما بعرف طلعت خرجت من البروجرام، بس الجماعة ما قصروا الحمد لله نشكر الله، يعني هي شغلة بس خامات، اللي كانت خاماته مثل خامتي كان ياخذ هيك، واللي كانت خاماته كثير هيك طرية وناعمة كان ياخذ شيء لوديع شيء لغسان صليبة، الحمد لله بس انه كان التوزيع كثير عادل نشكر الله، هي أحلى ذكريات بذكرها من الأكاديمي. نصيف نصيف ما مشكلتك مع مدام ميري وصف المسرح؟ مشكلتين. مدام ميري هي نقطة ضعف كل التلاميذ، يعني كمان نحكي نحن بشيء يعني انه بتقول لك الرنة بتقول لك اياها مرة، بتقول لها مدام عيدي اياها بتعطي لك اياها غير شكل، يعني مشكلة انه نحن عم نضيع، هذا بيقول لك الرنة هون واستاذ الثاني بيقول لك الرنة هون واستاذ الثالث بيقول لك الرنة هون، فنحن ضعنا بالرنة ما مش عم نلاقي الرنة، هي المشكلة بالاكاديمي كانت انه نحن في الكادر التدريسي كان مش متفق، يعني هن فايتين مش متفقين، كل واحد عم يعطينا معلومة شكل، فهاي كانت المشكلة مع المدام ميري ومع الأستاذ الأستاذ خليل والأستاذ أسامة، بس هي كانت المشاكل هيك طفيفة جدا والحمد لله احنا عديناها وطلعنا. المسرح يا نصيف المسرح. المسرح شبح الطلاب المسرح. أحلى حصة المسرح، كنا يعني عن جد بس يكون تاني نهار عنا حصة ما ننام، يعني انه ننطرم ناطره يعني عن جد، بذكر انا ورفقاتي وفي عندي رفيقي رامي شمالي كمان طلع قبلي فتره، كان كثير من الطلاب اللي يحب حصه المسرح، حصه المسرح من الحصص المهمه صدقني، ليك زبتونا كثير يعني، كان يقول لنا زبتوا حالكم اشلفوا حالكم روحوا لبعيد روحوا لقدام روحوا لورا عدوا ويقعد يبكينا ويسوي، يعني عن جد سقلنا الاستاذ ميشيل شو بدك تحكي سقلنا عن جد، يعني ما طلعنا مسخره على التلفزيون غير شوي الحمد لله نشكر الله عن جد، يعني ارجونا صوره كثير حلوه عملوا لنا صوره على التلفزيون مسخره كثير حلوه، فانا بس اطلع يعني هلا انا قبل بيومين ما طلعت من يومين من الاكاديمي، امبارح المساء بيقول لي واحد سبحان الله قديشك مسخره كنت عن جد، واو قديشك مسخره كنت بالايفالات عن جد، انا بحييك وبحيي الاستاذ ميشيل اللي علمك هيك تعمل، فمن الحصص المهمه استاذ ميشيل كان حصص الرائعه عن جد، وانا بقول له شابوه حبيبي يا نصيف حبيبي. الواضح عليك اخلاقك جدا رائعه الله يخليك روحك رياضيه نصيف طبعا رياضيه دائما نصيف
اللي انت مشكلتك مشكله مع التوحش عند رامي. توأم روحك رامي. توحش كمان انا في انا ورفيقي رامي بنصب بنفس الدلو دائما. بحب بنحب المسرح مع بعض وكنا نحب التوحش مع بعض. يعني نحن الاستاذ خليل ما بيذكر منا غير التوحش. انه غنينا موال حلو يا استاذ خليل يا وحوش، غنينا غنيه حلوه يا وحوش، غنينا بشع يا وحوش. يعني ما بعرف هو بيحب التوحش كانه ما بعرف، يعني هو حسيته هو من 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 البضي تبع جسمه عن جد وحش. فسبحان الله الوحوش بيجتمعوا دائما، بتلاقي الصقور مع بعضها والابضيات مع بعضها. استاذ خليل فظيع، انا حبيته من اول. الحمد لله كمان الاستاذ خليل تارك ذكرى حافره فيني، مشكور الله الحمد لله. نصيف يا حبيبي، اخر اسبوع كنت فيه في الاكاديمي كان في طالب معاك اسمه سلطان والطالب رامي. انتوا رامي كنتوا قاعدين